أعمالكم وهي مظهر الاتباع في نظركم، هي مظهر الاتباع في تصوركم. الأعمال تعال أنت وأعمالك كلها حبط، كل بإساءة أدب في حضرة محمد، برفع صوت وأنت في الحضرة الكريمة المشرفة المباركة، تعال وأنت وصومك وقيامك وحجك وجهادك وعمرتك وصدقتك، فليحبط كله أمام ما رفعت صوتك على المصطفى. وإذا سمعتم في قصة سيدنا خزيمة لما نزلت الآية، نزلت الآية الكريمة فوقف في البيت، كان صوته جهوري في حد ذاته، صوته كبير مرتفع، بيس بن ثابت. فإذا بالنبي يفتقده في المجلس فيسأل عنه، قالوا اذهبوا إليه، ذهبوا يسألون عنه يتفقدون خبره، قالوا لهم هو في غرفة هذا من يوم كذا لا يأكل ولا يشرب ولا يكلم من أهله. قالوا ما كلم، دخل ما بالك؟ قال من عين جيتك الرسول الله؟ قال رسول الله هل نزل في قرآن؟ ايش نزل في قرآن؟ افتقدك في المجالس ما وجدك، فأسألني فأرسلني أبحث عنك. قال يا هذا إنه نزلت علي آية، وإني أخشى أن أكون قد رفعت صوتي أتكلم في حضرته وصوتي مرتفع، وأن الله قد أحبط عملي وأني من أهل النار. رجع إلى النبي قال يا رسول الله ما خلفوا عنك إلا تأثروا بهذه الآية ويقول كذا، فقال ارجع إليه فبشره أنه من أهل الجنة، قل له أنت من أهل الجنة، وتعال هنا صاحب قلب خاف على نفسه من أي شيء، ما وقع في فاحشة من فواحش الأعضاء هذه، ما وقع في شيء من شرب الخمر، ما وقع في شيء من هذه الذنوب، ما ترك صلاة، ما أخر صوم، ما منع زكاة، لكن قال صوتي مرتفع أخشى أن أكون قد أحبط عملي لأني أساءت الأدب في حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. وإذا كان الأمر الذي يقوم عليه الشان هو حسن الأدب، فخير من نتأدب معه من جملة الخلق حبيب الرب صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله، وهو الأحب بالتعظيم والخضوع. وإذا علمتم ذلك ففي سير القوم اعلموا معاني هذه الآداب. هذا الإمام عليه رضوان الله تبارك وتعالى حدثكم عنه مثل سيدنا النعمان بن ثابت أبو حنيفة عليه رحمة الله، يرعى الجوار حتى لمن جاوره وهو مقصر ومزيد، وكان مثل ما كان من نعيمان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. الرجل إذا ثمل وغاب عن عقله وأخذ في طربه يزعج الإمام في الليل ما يخليه ينام، ومن حواليه يقول أضاعوني وأي فتى أضاعوا اليوم لكريهة وسداد ثغري، كان يغني في الليل ثملان سكران الرجال يزعج الإمام. فلما فقد صوته هو الليلة ثليبة أين صاحبنا أين الجار؟ إيش من جار هذا الذي تعبكم وآذاكم؟ قالوا إنه وقع في مشكلة وأنه قد حبسه السلطان، وجبت الشفاعة لأنه جار. منين جاب هذه الأخلاق؟ من أخلاق المختار ذهب. فلما جاء سلطان، السلطان ما يعهد مثل أبي حنيفة يقصد بابه ولا يدخل عليه، قالوا له أبو حنيفة وقف على الباب، قال أبو حنيفة بنفسه خرج يستقبله يعظم شأنه، ما جاء به، قال لنا جار وسط سجنكم، قال إنه وقت فننظر إن كان في غير حد من حدود الله نشفع له فيه، إن كان هناك حد أقيم عليه الحد ويخرج، وإن كان عليه ما عليه حد فالشفاعة نشفع له. قالوا جيت بنفسك من أجل هذا الجار؟ قال جميع من في السجن إكراما لأبي حنيفة يخرجون إلى هذا اليوم، وأتوه بجاره. ذهبوا إلى الجار، أمسك بيده أبو حنيفة، قال أترانا أضعناك؟ أترانا أضعناك؟ ما ضيعتمون. لكن من ثاني يوم صار في حلقة أبي حنيفة، وترك الشر كله وأقبل على الخير بكله، وصار متلقي من هذا المنبع. وإذا كان هذا رعاية الجوار من أبي حنيفة ورثا من المختار، لهذا نحن نرعى جواركم للحبيب. ترون كيف ورثته يراعون الجار، فكيف برعايته صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله، فكيف لمن جاوره بمحبة، كيف لمن جاوره بحسن أدب، ترونه يضيعه حاشاه صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله، أو يرد حاشاه أن يحرم الراجي مكارمه، أو يرجع الجار منه غير محترم صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. وآداب تربوا عليها.
سمعتم لما سمع من يثني عليه بقيام الليل كان يقوم نصف الليل، قال من الليلة ما عاد نترك القيام، كيف تتكلمون عن الناس بما لست، وأستحي من الله أن أوصف بما ليس فيه، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ورع 300 حلة أرسلها في بعض تجاراته لوكيله، يقول له في حلة واحدة منهن عيب فلاني، احذر أن تبيعها حتى تبين للمشتري عيبه. والوكيل وجد زبون يأخذ البضاعة كلها بمبلغ طيب فيها ربح كبير، فباعها 300 حلة. أرسل إليه قال إن بعنا 300 حلة كلها وربحنا فيها من الدنانير كذا كذا، ألوف من الدنانير، اسمها مبلغ غالي في تلك الأيام. أرسل إليه هل بينت له العيب الذي في الحلة الفلانية؟ أرسل قال يا إمام بعناها دفعة واحدة وما عاد خرجناها ولا بينا لي عيبها. قال فجميع ما أخذت من رأس مالها وربحها اعزله عن مالي، اعزله عن مالي وتصدق به، ولا تدخل دينارا واحدا منه إلى وسط مالي، رضي الله تبارك تعالى عنه وارضى. هذه الآداب عاشوا عليها، آداب مع الحق تبارك وتعالى، آداب في هذه الروابط مع محبته لآل البيت الطاهر، محبته للصحابة الأكابر، كيفية تعظيمه لهم. جاء الإمام الشافعي يصلي بجوار قبره فأسر بالبسملة والقنوت في صلاة الصبح، فلما اليدين صلوا معه من أصحابه قالوا تغير اجتهادك يا إمام، قال لا في البسملة، قال ما تغير اجتهادي، الدليل عندي قائم على أنه يسن الجهر بالبسملة، قالوا له لكن اليوم ما سمعناك تجهر، قال إنما فعلت ذلك أدبا مع هذا الإمام، أدب مع هذا الإمام. من ذا الإمام؟ مات من قبل ما يظهر الشافعي، في اليوم في السنة، بعض المؤرخين قال في اليوم الذي ولد فيه، مات فيه سيدنا أبو حنيفة ولد فيه الشافعي، ومع ذلك تأدب مع اجتهاد هذا الإمام ومع نظره، وكان يقول من كلامه كل الناس في الفقه عالى على أبي حنيفة، كل الناس في الفقه عالى على أبي حنيفة رضي الله تبارك وتعالى عنهم وأرضاهم أجمعين. ما أخبار مالك في هذه البلد؟ ما أخبار أدبه فيها؟ ما أخبار رجليه التي أبتا أنت أن تلبس النعل في تربة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وقال استحي أن أطاب حافر دابتي أو بنعلي تربة تردد فيها جبريل بالوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. ما أدب الإمام أحمد بن حنبل مع الإمام الشافعي؟ ما أدبه مع من قبلهم من الصحابة والتابعين رضي الله تبارك وتعالى عنهم وأرضاهم؟ الحال كما قال سيدنا عمر بن عبد العزيز، قال له قائل أنت خير أم معاوية؟ فنظر إلى قدر الصحبة وشانها مع رسول الله، فالتفت إلى القائل قال تراب في منخر فرس معاوية خير من عمر بن عبد العزيز، قال أحسن مني لأجل صحبة المصطفى، عرفوا قدر المصطفى صلى الله عليه وسلم بما يصل إليه حال الناس، وإلا فحقيقة قدره كما سمعتم في كلام المشايخ، قال ما يعرف قدره إلا ربه سبحانه وتعالى، لأنه لو كان أحد في درجته لربما عرفه، لكن ما في درجته أحد، ولا في منزلته من الخلق أحد، ولا في مقام أحد، فوالله لا يعرف محمد إلا رب محمد صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. ومن هنا عرفت قدر الصحبة له عند الصحابة، عرفت قدر الأهل بيته ونسبته إليهم عليهم رضوان الله تبارك وتعالى، في الإشارة إلى الحفاظ على قدم الصدق والإخلاص ومعنى الروابط بالله وبرسوله، مترجمة فينا بمحبة الصحابة وآل البيت الطاهر ومحبة العلماء والعاملين. يشير الإمام الشافعي إلى إشكاليات الأفكار التي تنتاب البشر من وقت إلى وقت وتظهر من عصر إلى عصر بشيء من الألفاظ المختلفة والحبايب المتشابهة والمتقاربة. قال إذا ذكرنا فضائل سادتنا أبو بكر وعمر قالوا لنا أنتم ناصبيين، إذا ذكرنا فضل سيدنا علي بن أبي طالب والحسن والحسين قالوا لنا أنتم رافضين، فإذا كان الأمر هكذا
فما زلت ذا رفض ونصب كلاهما بحبهما حتى هو استدف الرمل، قال الى ان اموت خلونا ناصبي ورمل، سمونا ما تقولوا، لكن ما افرط في محبه صحابي ولا افرط في محبه اهل البيت الطاهر، وليقول من قال وليقول ما شاء كما يشاء، تلكم القاعده التي بواسطتها حفظت حقائق الشرع في القرون الاولى، ولن تحفظ في قرننا هذا إلا بها وإلا بصدق الرابطة بالصحب الأكرمين.